بس الجمهور الاهلي بيثق فيك جدا، وبالتالي ما بيحبش يلاقي امام عاشور مش على قد طموحاته. بتعترف انك احيانا ما بتبقاش في الفورمه، ما بتبقاش في حالتك، وايه السبب انه احيانا بنلاقي امام لا بعيد عن فورمته اللي احنا عارفينها؟ لا اكيد طبعا يا كابتن، انا زي ما قلت لك انا صريح مع نفسي جدا. نعم انا يمكن بعد الماتش في واحد طبعا عايز اشكره، احمد يماني، بعد الماتش، وطبعا مراتي طبعا، لان مراتي نعم بتفهم كوره جامد جدا والله والله، اه فدايما بيبقى في تحليل ليا بعد الماتش. دايما بعد الماتش بطلع بكلمها طبعا، بتقول لي بقى انت عملت ايه النهارده، فعلا وطبعا والله. اه واحمد، واحمد دايما على طول بيبعت لي فيديوهاتي وبيبعت لي جميل. ده تحرك. زميلنا المحلل اه ده جميل دايما على طول اه معايا بصراحه، ما بيسيبنيش على طول. بشكره طبعا. وطبعا بص يا كابتن، انا في اوقات كتير، يعني مش اوقات كتير، يعني عموما ممكن يكون ماتش ماتشين ما بتحصل. بالظبط، نعم بيبقى في بقى اجهاد، يعني الناس ما يعني الجمهور ما بيبقاش ليه دعوه بالكلام ده، وعايز اللعيب دايما طبعا على طول طبعا والله يكون لعيب يكسبك، جامد زيك. نعم يكسبك يفرحك. ملهوش دعوه بقى انت عندك اجهاد، انت مش قادر، انت مش في حالتك النهارده. فدايما الجمهور بيبقى ليه حق طبعا ان هو يشوف اللعيب عنده. بتشوف ان الجمهور ليه حق. ايوه طبعا نعم طبعا، وما ينفعش نعترض عليهم وما ينفعش طبعا، ما تعترض ينفعش، عليهم ما ينفعش طبعا. اه اصل هو يعني لما بيجي يتكلم عليك هو عايزك حلو، وعايزك كويس في الملعب، وعايزك تكسبه. هو جاي مشوار مثلا علشان عايز يشوفك، عشان هو بيحبك، عايزك تكسبه. فان انا ابخل عليه بحاجه زي دي، لا، هو ليه الحق طبعا ان هو. أكتر مرة زعلت من نفسك؟ اكتر مره زعلت من نفسي يمكن في ماتشين، في ماتش كان ماتش نادي الزمالك، كان عديت انا بفتره صعبه الاسبوع لحد الزمالك الإفريقي السوبر اللي السوبر خسرناه، الإفريقي اه يمكن دي اصعب فتره عدت عليها يا كابتن. ما كنتش مبسوط انا تعبت يا كابتن ودخلت مستشفى بتهزر والله، وانا في السعوديه. يمكن محدش يعرف الكلام ده غير مراتي واخواتي ده بعد ووالدي المباراة على طول اه على طول. ساعتها كان ياسر موجود ووقوفه موجود، شوبير، مصطفى تصدق ما شوبير، جيش ابن الذين كانوا كلهم، بس كانوا قاعدين في اوتيل تاني. فحتى لما كلمت ياسر قال لي طب نجي لك، قلت لهم لا انا هبقى كويس. يعني هي الفرقة كانت سافرت كلنا احنا اه رجعنا كابتن، رجعنا كان الفرقه سافرت، واحنا رحنا عملنا وتكمل عمره. عمرة اه والطاره بتاعتي كانت مع طاره جمهور نادي الزمالك يا نهار ابيض والله. اه ففي طبعا ناس قابلتني كتير، يعني ما كانش في منهم اي حاجه، وتصورنا وقعدت معاهم في المطار وقعدنا واتكلمنا ده وانت راجع وكنا مع بعض، وما كانش في اي حاجه. اه وفي ناس تانية طبعا كانت بتتكلم، يعني بتقول كلام مش حلو مش كويس يعني. ساعتها انا ما رحت الاوتيل، تعبت طبعا. حتى انا قعدت حوالي 5 ايام في السعوديه، انا عامل العمره بتاعتي في اخر يوم والله. كنت تعبان جدا. انا من نوعيه كابتن ما بحبش اخسر، تحبش تخسر خالص يعني. انا الحته دي بتضايقني جدا يعني يا كابتن. الهدوء اللي باين عليك دلوقتي ده لا بيبقى جواك لا انا كابتن بركان يعني لو سالت اي حد من اللعيبه هيقول لك لا، ده ما بيحبش يخسر خالص، لا في تمرين ولا في ماتش. والله والله يا كابتن ما بحبش اخسر خالص نهائيا. فاحنا عدينا، يمكن الواحد عدى باسبوع صعب. كان اسبوع صعب طبعا.